السلام عليكم، معكم عشمان سبكي، طالب كلية الطب والصيدلة السنة الرابعة. اليوم كاع الكليات التسعة بالمغرب درت مسيرات وطنية في نفس الوقت، واليوم هنا في كازا دايرين شيع جنازة. علاش شيع جنازة؟ أنه بالضبط بغينا نوصلوا واحد الرسالة أن التعليم العمومي قطاع الصحة، قطاع الصحة التعليمي كيعيش آخر لحظات ديالو. هذا شي درنا واحد الجنازة باش نوصلوا ميساج للناس أنه ولد الشعب مابقاش عنده الحق في التعليم العمومي، وأنه اللي عنده الفلوس هو اللي غادي يولي يقرا واللي غادي يتعلم. إضافة إلى هذا غادي يولجوا الناس صحاب ميديسين بريفي يديروا معنا دي ستاج، وكما كيعرف الجميع أن عندنا اكتضاض في المستشفيات العمومية ديالنا، لأنه ماشي من المعقول يجيو وغادي يولي يديروا معنا دي ستاج وهادشي، أن احنا اللي عندنا الحق في المستشفى العمومي، لأننا حصلنا على نقاط مزيانة في الباك ودرنا دي كونكور. ماشي غير 11 تجيب 11 مليون تخلص 11 مليون تجي تدوز معنا كونكور وتولي طبيب في المستشفى العمومي. الوقفة ديال اليوم هي جات من أجل هي خارجة من الغضب اللي كيعيشوا طالب الطب والصيدلة وطب الأسنان، لأن بحال هذا كنقولوا هزينا لدينا صافي، ما بقى لنا اش نديروا من اننا نطرحوا على المستشفى العمومي وعلى التكوين ديالنا، اللي واخا حتى حنا باقين في النضال ديالنا ومستسلمينش وغادي نمشيو الى جوستو بو من اجل تحقيق المطالب ديالنا. الا ما لبتش لكم الحكومه الوطنيه ان هذا الطلب ديالكم، واش غادي تستمروا في النضال؟ حنا مستمرين في النضال الى اخر رمق، مستمرين في النضال تحت لتحقيق المطالب ديالنا المشروعه. كيف جاتكم فكره انكم ديروا عروض داخل النضال ديالكم؟ العروض باسكو العروض بالسميه ديالها هي تكون معبره، باش بلاص ما نديرو بلاص ما نهزو خطاب ونهزو مترو ونعطيو المشاكل ديالنا، من الاحسن تبان كعروض اللي كيعيشها طالب الصيدله وطب الاسنان والطب العام على ارض الواقع. رسالتك للمسؤولين الاخيره عبر الكاميرات. رسالتي لمن؟ المسؤولين. رسالتي للمسؤولين هي يشوفوا المطالب ديالنا اولا وقبل كل شيء، يفهموا المطالب ديالنا. الدوله هي من اجل الصحه، هي من اجل الرفع من جوده الصحه، من جوده الصحه والتعليم العمومي. حنا ما جايينش كنطالبوا بشي مطالب اللي غريبه، حنا جايين نطالبوا غير تحسين الوضعيه او وقفه رجل واحد كالبنيان المرصوص من اجل تحقيق كرامتنا والدفاع عن مطالبنا التي هي تعتبر حق لنا. هادشي علاش كنقولوا بلي هادشي راه هو اسطروا على كلمه كرامه، لاننا كنطالبوا بمطالب اللي هي في الاصل من الحق ديالنا. من هذه المطالب احنا ضد الخصاصه، ملي كنقول ضد الخصاصه احنا ماشي ضد اطراف ولا اشخاص معنيين في الخصاصه، احنا ضد تخيب النظام العمومي والتعليم العمومي، ومن اجل تجاوز هذه الاوضاع ودفاعا عن حقنا كطلبه. وهذا الحق هو الوقفه ديال اليوم هي وقفه تضامن، هي وقفه رمزيه حضاريه كتعبر على مدى الرقي ديال هاد الطلبه اللي كاينين في سواء طلبه الطب العام سواء طلبه الطب الاسنان سواء الصيدله، اللي كيعبروا على واحد المستوى ديال الرقي عالي. وها انتم كيف ما شفتوا دازي داك كرياتيف اللي عبر عليهم اللي عبرنا عليهم كمصارح كتابوت اللي كي بين لنا الوفاه ولا احتضار ديال لا فورماسيون بوبليك. وهادشي اللي كاين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.